وبعدين يا خالي وبعدين انا هتصرف ازاي دلوقتي؟ انا مش عارف انت ليه ما قلتلوش ان الورق مش معانا والفلوس ضاعت. يا خالي الراجل ده مش سهل وله هيبه كبيره قوي، وبعدين بصراحه يا خالي انا كل اللي كنت بفكر فيه ساعتها ان هخرج من مكتبه ده ازاي. هو قال لك بكره؟ اه يا خالي، وقال لي كمان ده اخر كلام. خلاص يبقى مفيش حل غير اني اروح له واشرح له الحكايه كلها. يا خالي يعني هو هيصدقك؟ عندك حل تاني؟ لا يا خالي ما عنديش، بس انا خايف يا خالي انك تروح له لوحدك. لا يا سيدي ما تخافش، اروح اشرح له ان الحاجه مش معانا والورق مش معانا يمكن يرتاح. طب وافرض بقى دلوقتي الراجل الشراني ده ونتعرض لك بسوء. يا سيدي العمر واحد والرب واحد. طب انت يا خالي دلوقتي مش خايف على نفسك، خاف على هدى. انا مش خايف على هدى، هدى عندها راجل يحميها. راجل؟ راجل مين يا خالي؟ انت يا عبوده، هو في غيرك؟ يا حبيبي خالي قد كده خالي انك بتحبني يعني واثق فيا؟ يا ده انا مش خالك زي ابوك يعني. يا حبيبي يا خالي يا حبيبي انا بحبك قوي قوي قوي، بس مش اكتر من هدى يا خالي. والعمل ايه دلوقتي يا باشا؟ القضيه كل مدى عماله تتعقد وتتلخبط. عشان ما لقيناش الورق يا منير، صح؟ ايوه يا باشا، كل حاجه بتبقى واضحه وفي النهايه بنوصل لحاره سد. متهالك يا منير. بص يا منير، شغل المباحث ده يعلمك ثلاث حاجات: الصبر وطولة البال وعدم اليأس. واحنا فاضل لنا عقده واحده بس وتتحل كل حاجه. فاكر يا منير المذكرات بتاعت مرتضى؟ كان فيها بلاوي كتير قوي ارتكبها هو ومذكور ابو العز من زمان، وكان في الصفحه الاخيره هو كاتب بنفسه انه هيغادر البلد بعد ما يحصل على الفلوس. يعني كان مجهز نفسه انه يسيب البلد. بس غريب انه ما اتكلمش عن موضوع الورق ده خالص. من الواضح انه ما كانش عنده وقت او كان مستني ياخد الفلوس معاه، وطبعا مذكور كان مدبر له الجريمه. يا فندم احنا كده لسه برضه في حيره. بالعكس، ده الوقت ده تحديدا هو اللي لازم نعمل خطه هجوميه. ازاي يا باشا؟ هرفع مذكره للنيابه ومذكره لمدير الامن، هطالب فيها بالقبض على مذكور ابو العز ومساعده في الجريمه صبري، وهطلب شهاده الواد عبوده وعباس المنشاوي. وجود حسام ابو العز في الحكايه دي بعد ما نستدعيه هيربك كل حسابات مذكور ابو العز، وبكده نبقى قربنا من حل العقده. ايوه يا فندم، بس كده هتبقى مغامره والدنيا كلها ممكن تنقلب علينا. هي فعلا هتبقى مغامره يا منير، بس مغامره محسوبه. بص يا منير، واحد زي مذكور ابو العز ده وفي موقفه ده، لو بغته بحاجه وفاجئته هيختل تماما وتختل كل حساباته، ساعتها هيغلط. وادي السيسي في نفسه جاي عشان يصالحك يا استاذ صلاح. بصراحة ما تزعلش منه يا استاذ صلاح، بصراحة يعني وبرضك أنا معذور، يعني أنا برضه معذور غصب عني. وبعدين أنا كنت قعدت مع الست سيدة اتكلمت معاها في موضوع الآنسة الأستاذة أمل، وكنت مجهز نفسي وجاهز للمجاميع، ما كانش يخطر في بالي ابدا ان حضرتك هترجع تاني، قصدي يعني ان انت بره شغال وربنا يكرمك ويوفقك وكده. فاول ما شفتك بصراحه جد السلامه حبطتني، جالي احباط كده وحسيت بغيره شديده شنيعه معرفش ليه. خلاص بقى يا سيسي ما تعملناش فيها تمن في رغيف، ده احنا كلنا اخوات واصحاب مش كده يا استاذ صلاح؟ كده يا سيد، يعني انت مش زعلان مني يا استاذ صلاح؟ حصل خير يا سيسي. وبعدين برضه انا اخوك، واي خدمه وفي اي وقت لو عايز اي حاجه انا رقبتي سداده. انا بتكلم كده صح ولا يا سيد؟ والله اه يا استاذ سيسي، وبعدين ده احنا كلنا اخوات فعلا، وسهله واختها مش مستاهله بقى يا استاذ. احنا كلنا اخوات والحمد لله متشكرين. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. الله الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انا شايفه ده؟ صلاح والسيسي، ايه اللي لم الشمع المغربي؟ خير يا سيسي؟ خير يا اسطى بيومي، بس اطلع انت منها. اطلع انا منها؟ طب اروح فين؟ Very good, very good. Try again. A B C D. كان نفسي خالتي زوكا تبقى صاحية عشان تشوف الفستان.
ايه رايك بقى يا صلاح؟ هو صحيح متأجر بس انا حاسه كده انه معمول مخصوص عشان. بص بقى البدله بتاعتك هننزل ننقيها سوا عشان انت كمان تبقى زي القمر في الكوشه. والناس بقى يقعدوا يقولوا ايه العرسان اللي زي القمر دول؟ عارف يا صلاح انا نفسي في ايه؟ انا نفسي انا وانت نرقص على مزيكا هاديه زي كل العرايس ما بيعملوا. نقعد نرقص نرقص نرقص. وسيده وزوكا بقى يرشوا الملح عشان ما نتحسدش، مش كده برضه يا صلاح؟ مش هينفع يا امل. هو ايه اللي مش هينفع يا صلاح؟ ان انت ترقص؟ يا سيدي هو انا يعني اللي كنت بعرف ارقص؟ مش هينفع ان احنا نتجوز يا امل. ايه؟ انا فكرت كويس قوي الفتره اللي فاتت، لقيت ان احنا مش هينفع نتجوز. اديني خرجت من المستشفى ولسه مش لاقي اي شغلانه لغايه دلوقتي، ولا لاقي اي حاجه نقدر نعيش منها. انا لو وافقتك على اللي انت بتقوليه ده يبقى بظلمك معايا العمر كله. انا ما انفعكيش يا امل، انا ما انفعكيش، وبصراحه مش قادر اتحمل كل اللي انت بتعمليه علشاني. حرام عليك، حرام عليك، انا ما استاهلش منك انك تعمل فيا كده. انا عملت لك ايه عشان تعمل فيا كل ده؟ حرام عليك بقى، حرام. وفي ايه؟ اسف على ايه بس يا راجل؟ ايه يا معتز؟ المهم انت مالكش بيت عندك النهارده. انت تيجي تبات عندي. هو صحيح انا ما عنديش غير سرير واحد بس مش مشكله يا سيدي. ابات انا على الكنبه بره. يعني ما اروحش اعمل محضر في القسم؟ هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم ايه؟ تعال لي بس الجرنان وبعدين نفكر ساعتها هنعمل ايه. خلاص؟ انا مستنيك. يلا سلام. وراح فين صلاح يا زوكا؟ والله يا ابني انا كنت نايمه، صحيت ما لقيتوش. هو انت لسه زعلان من صلاح يا عبوده؟ قول يا دناي هو ايه اللي ضاع منك؟ مش زعلان ولا حاجه يا زوكا، خلاص انا كنت بس شايل حاجات مهمه في الكرتونه بس. يلا راحت لصاحب نصيبها، ربنا يعوض عليك يا حبيبي. بقول لك ايه يا زوكا، ما تعرفيش صلاح باع كرتون الكتب دي لمين؟ يمكن الاقيه يعني ويرجع لي اللي لقاه، ولا حتى يرجع لي نصه ولا ربعه. انا مش طمعان. تلاقيه واحد من اللي بيعدوا في الحرم بتوع ربابيكا يا ابني. طب الاقيه فين دلوقتي؟ تلاقيه فين؟ في سوق الكتب، ما هم بيبيعوا حاجتهم هناك يا دناي. اه صح والله، ممكن يكون طلع على شرم الشيخ. بص يا سعاده البيه، الواد عبوده ده حمار وما بيفهمش. لا وحش حمار دي قوي. بص يا سعاده البيه، الواد عبوده ده طيب وغلبان وعمره ما اذى حد. اه دي حلوه دي، عمره ما اذى حد. ايه يا بابا انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ لا ابدا يا حبيبتي ابدا. انت هتخبي على هدهد ولا ايه؟ ده انت من ساعة ما رجعت من برا وانت متلخبط ومتوتر. هو انت قابلت عبودة النهاردة؟ ما انتي عرفتي منين؟ اصلي قابل عبودة النهاردة لازم يبقى زي حضرتك كده. انتي شفتيه النهاردة؟ شفته الصبح وكان متلخبط ومش متزبط على الاخر. ابن عمتي وانا عارفاه، تحس كده انه عاملة سودة. انت بتقولي يا بابا؟ لا ابدا يا بنتي، عبودة ده طيب وغلبان وعمره ما أذى حد، بس هو محتاج علقة عشان يعرف الصح من الغلط. غلط يا بابا، اللي زي عبودة ده ما ينفعش يتعلم بالكلام، ما ينفعش تقوله ده صح وده غلط.
عبودة لازم التجربة هي اللي تعلمه، وبعدين مفيش حد بيتعلم ببلاش. ليكي حق يا بنتي، فعلا في ناس بتتعلم بملايين الدولارات.